السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية ونلتقي في فيديو جديد نتحدث فيه عن ملامح الريف المصري. هذه البريمة أو نوثق لهذه البريمة التي ترفع المياه لري الأراضي الزراعية. نتحدث اليوم 22 أغسطس 2021، وهذه ملامح الريف المصري، الريف المنتج. بالطبع هذه المحاصيل الصيفية، هذا هو محصول الأرز، وفي الخلفية هذه مزرعة لإنتاج دواجن التسمين أو دواجن اللحم كما نقول. يبقى ما زلنا نوثق ملامح الريف المصري، وكما ذكرنا هذه البريمة تخرج المياه تسير في هذه القناة الصغيرة أو ترعة الري الصغيرة لكي تصل إلى المحاصيل الزراعية. هذا الجمال وهذه الروعة. قرية سلنت التابعة لمركز المنصورة دقهلية. عن ملامح الريف المصري هذا ما لدينا. نشكركم ونشكر حسن المتابعة. شكراً.